إحدى الأشياء المهمة جدا أن يلتفت الآباء وأن تلتفت الأمهات إلى أولادهم. إحنا عادة نعتبر أنفسنا مسؤولين عن الناحية المادية في حياة أولادنا، هذا عندنا إحساس بذلك، شعور بذلك. ما يتمكن واحد في يوم من الأيام يجي إلى البيت يقول أنا ما عندي شيء، يقول أنا ما أتمكنت أحصل على مال. لا نسمح لأنفسنا بذلك، لأن إحنا نشعر أن تأمين الناحية المادية لأولادنا هذه مسؤوليتنا بأي طريقة. يجب أن نكد، أن نجتهد، أن نذهب، أن نتعب. إذا في يوم من الأيام واحد ما كان عنده مال يروح يقترض. بعض الأفراد يريقون ماء وجههم، ولو هذا العمل مو صحيح أن الإنسان يريق ماء وجهه، المؤمن له كرامة، ولكن بعض الأفراد يريق ماء وجهه من أجل عائلته. يقول أنا بالليل عندما أجي إلى عائلتي كيف أنظر إلى وجوههم وأنا لم أؤمن حياتهم المادية؟ هذا الشعور إحنا عندنا، الشعور بضرورة تأمين الحياة المادية. مثل هذا الشعور ومثل هذا الإحساس يجب أن يكون بالنسبة إلى الحياة المعنوية. الإنسان كما هو مسؤول عن الناحية المادية مسؤول أيضا عن الناحية المعنوية. هذا الطفل كيف يعيش؟ أين يعيش؟ كيف ينمو؟ في أي جو هذا الطفل ينمو؟ هذه المرأة تنمو؟ هذا يجب أن يفكر فيه. في إحدى التقارير التي نشرت قبل فترة في هذا البلد أن الأطفال يقضون يوميا من حياتهم، هؤلاء أطفالنا الذين في بيوتنا والذين يخلفوننا في المستقبل، هؤلاء الأطفال يقضون يوميا أمام التلفزيون بين ساعتين إلى 6 ساعات يوميا. هذه الثقافة اللي واقعها ثقافة مخربة، حتى هذه الأشياء التي ترونها بريئة في ظاهرها، الأشياء التي ترونها عادية في ظاهرها واقعا لها أثر تخريبي، تدمر أخلاق الطفل، تدمر روحية الطفل، تدمر إيمان الطفل. هذا الطفل الذي يجلس أمام هذه الأفلام 6 ساعات يوميا أو 2 ساعة يوميا، كيف يصنع هذا الطفل؟ هذا يحتاج إلى أجواء مضاد، أجواء مضاد. الجو الفاسد يحتاج في مقابله إلى جو صالح.